إنك تقدر توصل الفرحة، تنور قلوبهم، ومش بس كده، ده النور اللي فيها ينور مصر كلها وأراضيها. هي دي الرسالة، وهو ده رد الجميل. البلد دي دفعت تمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه، في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر. دول دفعوا التمن ده ليه؟ عشان البلد دي تعيش. احتفلنا بالشهيد مش محتاج مناسبة ولا مواعيد، يمكن المناسبات هي اللي بتستمد بهجتها من ذكرى الشهيد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص كل عام على الاحتفال بالعيد وسط أبناء الشهداء والقوات المسلحة المصرية، كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم. رسالة حب وممر محبة من الزملاء والأحباب بنقدمها ليهم، كل واحد متأكد إن أي هدية مجرد ذكرى مش أكتر لناس غاليين. أنا أول ما دخلت من المدرسة حسيت بفرحة كبيرة، وإن زمايلي شايفيني وبيسقفولي، فكان الموضوع ده كان مفرحني أوي. واليافطة كان مكتوب عليها أولاد البطل دي كانت برضو مفرحاني يعني. حسيت إنها فخور ببابو الله يرحمه. أقول له كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، ويعني ربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي انت بتبذله عشاننا وعشان أبناء الشهداء وعشان البلد كلها، ومرسي جدا على الحاجات. ويعني أشكره أنا والولاد، لأن في أوقات كتيرة قوي بحس دايما بالدعم وبستند منهم. الحمد لله على ربنا عطاهوني واللي ربنا خده مني، الحمد لله. يجعله شهيد في الجنة، هو عريس الجنة، يجعله عيده في الجنة. ابني بطل ويعاش لمصر بطل، ولو قديش عايز رجالة مني تاني ياخد العيال التانيين. أقول له رئيس ربنا خليك ويحرسك للبلد، وربنا يقدرنا على الإرهاب. انا حابه اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهديه دي، هو دايما فاكرنا ودايما حاطط اسر الشهداء عنده اولويه، وده شيء طبعا بيسعدنا جدا. وحابه اقول له كل سنه وهو طيب، وكل سنه ومصر كلها طيبه، واتمنى طبعا ان مصر كلها تفضل عايشه في سلام وامان تحت ظل الرئيس بامر الله. هقول له الف مبروك، انت وصلت المرتبه اكبر بكثير من اللي احنا نتمناه. الف مبروك يا ابني، انا فرح الله. اصلا قبلها باسبوع انا حاسه ان هو في حاجه جاي لي هاتف ان محمود هيستشهد. هو قبلها بشهرين كان بيقول لي يا امي انا نفسي استشهد، بس هو الحمد لله يعني انا بحمد ربنا بشكر فضله، هو كان راجل ويستاهلها. كان جاله التجنيد، فلما محمود راح فلقيته بيقول لي قوات صاعقه، انا حسيت بفخر الصراحه، بامانه ربنا انا حسيت بفخر. أشكر رئيس الجمهورية على اللي هو عمله لنا دوت واللي بيعمله لنا بأمر الله، وربنا يوفقه رب في اللي هو فيه. طول عمرنا فخورين بيك، وأنت كنت شرف، وأنا اتشرفت إن أنا كنت زوجتك وشلت اسمك، واتشرفت بالسبع سنين اللي أنا عشتهم معاك. رئيس عبد الفتاح السيسي بيخطب في ليلة القدر، من طريقة إلقائه وطريقة إخلاصه لوطنه، والله بكيت. اللي بيطلع من قلبه لإخلاصه عمله، ويتمنى لكل واحد مصري يعرف قيمة تراب البلد دي. احب اشكر سياده الرئيس على ان هو فاكرنا ودايما مش ناسينا ومعانا في كل مناسبه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني ان هو جبر بخاطرنا وبعت حضرتك كلنا،
طبعا الواحد يحس بفرحه كبيره جدا جدا كون القوات المسلحه تيجي لحد هنا وتشرفنا بنفسها وتخلي حضراتكم تقولنا لحد هنا، يخلي انطباع عند الناس كلها ان القوات المسلحه ما بتنساش حد. واحب اقول للزمايل محمد ربنا يحميكم. هو طبعا كلنا نتمنى الشهاده، ده شرف لاي بني ادم، لان محمد كان راجل وعاش راجل ومات راجل. كل سنه وانت طيب يا ريس، ومتشكرين ان انت افتكرتنا في العيد، وكل سنه تفتكرنا على طول باذن الله. النهارده يوم العيد، كلنا جايين عشانكم، نفسنا نفرح قلوبكم. مصر ما بتنساش وجودكم، مصر ما بتنساش شهيد. اليوم بعيد، احتفال بنصر عنوانه الشهيد. قوة من حديد يا شهيدنا.